كنت هقول لك، بس كان عندي طلبه الماجستير بيقولوا لي احنا لما بنبص على الماجستير والدكتوراه بتاعتك بنحس ان انت حاولتي تعلمينا فعلا كل حاجه تقدري تعلميها بالامكانيات اللي موجوده، فدي حاجه يعني انا يعني مبسوطه بيها الحمد لله. يعني الطلبه دول هم اللي واقفين ورايا؟ هو في منهم الحمد لله واحده راحت امريكا خلاص، بس هي في يارا. يارا يارا مسافره ان شاء الله ماجستير ودكتوراه في باريس. احمد رايح جامعه تورونتو برده ان شاء الله. وانت رايح على كندا ان شاء الله؟ باذن الله. وفي اسماء لسه مخلصه الماستر الشهر اللي فات، واسماء خلصت، وعلي خلصت الماستر بتاعها هنا ولا خلصت؟ هنا معايا. معانا هنا في زويل. وعلي طالب بكالوريوس. علي انا كنت قاعد عمال بناوش فيه من ساعه ما كان واقف على حاجات زي كده. ممكن تسالهم هم اتعلموا ولا لا. طب احنا يعني انا برضو مهم عندي ان انا ابقى فاهم، يعني قلت لي التلامذه والطلبه وكده هم كمان عندهم نفس الخيال يعني، وشرحتي لي انه في المسافر الاخ اللي مسافر تورنتو ده. احمد انت رايح تورنتو صح كده؟ ان شاء الله. رايح تورنتو في كندا، هتقعد تعمل قد ايه؟ سنتين تقريبا. 5 سنين. انا بي اتش دي دايركت. انت رايح على بي اتش دي على طول؟ يعني مش هتمر بمرحله ماسترز ليه بقى؟ هو يعني ده الاسباب، ان الجامعه عندنا بتهيئنا او يعني الكورسز اللي احنا بناخدها بتهيئنا ان احنا نخش بي اتش دي دايركت، ما نخشش ماسترز. ولو حد عايز ياخد راحه بيخش الماسترز، لان احنا اوريدي بيبقى في اوفرلاب كبير قوي بين الكورسز اللي بناخدها في الجامعه وبين بره. فاحنا معظم الناس اللي كانت بتعمل انترفيوز اصلا، يعني الناس كانت مندهشه جدا باللي احنا بنعمله في الجامعه. اصلا في حد سالني ان ازاي شغال في اكتر من حاجه مع بعض، وازاي عملت ده كله في الكام سنه اللي فاتوا وانا لسه يعني اندر جراد. فهو الحمد لله يعني عندنا الجامعه بتاعتنا دي بتوفر لنا انفايرمنت كويسه عشان نقدر نبقى برودكتيف على قد ما نقدر، وطبعا بيدونا المساحه ان احنا نشتغل في اكتر من حاجه وان احنا نكمل على قد ما نقدر. وبالتالي في سن صغير بتبدا ان انت يعني ايه تبقى مؤهل اكتر انك تخش حاجه زي البي اتش دي دايركت من غير ما تبقى. وحميد ايه انت عندك كام سنه؟ انا لسه تمام 22 ولسه متخرج اخضر طازه. بس يعني ليه؟ ولما بتاخدوا راحه بتعملوا ماسترز، يعني لما اكون عايز اجز كده واريح نفسي يعني شويه. ده كان من وجهه نظري يعني. يعني لو حد بيضغط على نفسه في الجامعه شويه هيبقى بالنسبه له الماسترز راحه يعني. طيب هنا اروح بقى، انت مسافره على فرنسا يا رب؟ باذن الله. خدي بقى الميكروفون كده وقولي لنا مسافره على فين في فرنسا. ايكول بولي تكنيك. لا باريس. ان شاء الله. هي يعني واحدة من التوب انستيتيوتس في فرنسا وفي أوروبا كلها، رقم 51 على العالم في التقييم بتاع كيو اس وتايمز. مظبوط. لا ده انا شاطر في الحاجات دي. ما شاء الله بحقق احلامي ان انا اقعد اقرا تقييمات بس. فان شاء الله. ورايحة برضو على بي اتش دي دايركت على 5 سنين برضو. نفس الخمس سنين. ايوه بالظبط. 22 سنة ومسافرين. فكرتيش تريحي بشوية ماجستير كده؟ هو لا 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 مش فاضيين للكلام. وفكرتي في الأبحاث اللي هتعمليها خلال دراستك للبي اتش دي أو الدكتوراه ولا لسه؟ أنا في حاجة معينة عايزة تركزي عليها؟ أنا عارفة المجال اللي أنا عايزة أستكشفه وعارفة التكنيكس اللي عايزة أتعلمها، وعارفة ده ممكن يكون إيه نتيجته في الآخر من ناحية العلاجية. ولكن ايه بالظبط؟ لان هو يعني في امراض انا مثلا مهتمه اكتر بالامراض اللي هي بتاعه الاجنه. بس انهي امراض بالظبط دي حاجه انا لسه هكتشفها. انت عاوزه تكتشفي انهي امراض بالظبط او بالاصح الامراض معروفه، لكن عايزه تكتشفي علاج للامراض دي. بالظبط. او اطبق الدراسه اللي انا اخدتها هنا في الجامعه، لان احنا هنا بنتكلم على الليفل اللي هو الصغير قوي، مش بس ليفل الخليه، لا ليفل اللي جوه الخليه. جوه الخليه ليفل الدي ان اي، ليفل البروجرامينج بتاع الخليه نفسه بيشتغل ازاي، وازاي لو اي خلل في الكلام ده ممكن يؤدي لمرض يعني قاتل، او مرض ياثر على حياه الشخص او الطفل اللي هيتولد ده مدى الحياه. فانا كنت عايزه يعني اعمل البريدج ما بين الاثنين دول، لان دي حاجه لسه مش موجوده دلوقتي. الفيلد بتاع المولكيولر بيولوجي والجينيتكس واللي هو البروجرامينج بتاع الخليه مركز اكتر في الامراض اللي هي مثلا سرطان، امراض الشيخوخه، امراض كده، بس مش مركزين في حته امراض الاجنه دي. فرحانه بتلامذتك؟ مبسوطه اما بتبص لهم بصه مذهله مذهله. طبعا. اسماء احكي لي. انا خريجه جامعه القاهره. كليه علوم. علوم القاهره. لسه كنت بحكي لك على هاني اخويا علوم. أيوة. القاهره برضه. بس هاني ماثماتكس بقى. انا كنت كيمستري زيولوجي.
وبعدين جيت اشتغلت هنا الاول في زويل، وانا على فكره كنت التي اي بتاعت يارا واحمد. ايوه بشتغل هنا معيده وبرضو بشتغل ار اي مع دكتور منى، وعملت مع دكتور منى الماسترز هنا في الجينوم يعني. والبي اتش دي هنعمل فيها ايه، هنا ولا هناك؟ يعني هو انا عايزه هناك، بس يعني احنا الهدف في الاخر ان الواحد يتعلم تكنيكس جديده وحاجات جديده. يعني احنا مثلا شغالين هنا في اللاب على كريسبر مثلا. كريسبر ده حاجه جديده قوي في الجين ثيرابي، احنا لسه بناخد خطوات البدايه فيها، لسه يعني بناخد اول خطوات. بس بره مثلا هم عندهم يعني الموضوع هناك فيري ادفانسد قوي، والناس واخده متقدم جدا، والناس هناك بتشتغل شغل اقوى شويتين من عندنا. فاحنا عايزين بقى نتعلم الكلام ده عشان نعرف ناخد هنا الريسيرش بتاعنا لستيب اقوى واحسن. احنا هنا بنشتغل مينلي يعني معظم الوقت على الدي ان اي ريبير، يعني شغلي دي ان اي ريبير، يعني ازاي اليات تصلحت بالظبط كده. وبنشوف بقى تولز كتيره ازاي نستخدمها علشان نقدر نفهم ازاي الدي ان اي او الحمض النووي بيصلح نفسه، فنقدر نقترح ادويه معينه علشان علاج الكانسر او علاج النيورو الحاجات الامراض العصبيه. فيعني حاجات زي كده. احنا برضو شغالين على بروجكت برضو اللي هو النيورو بتاعنا الاي ال اس. فيعني حاجات يعني احنا عندنا فرايتي، بس في الاول في الاخر البيسك ساينس او الريسيرش الاساسي يعني اللي احنا بنعمله نكتشف بيه الطرق ازاي الخلايا بتتعامل او بتسجنل فور حاجات يعني، وازاي تصلح الدي ان اي وكل الكلام ده، هو اللي بيخلينا بعد كده نقدر نقترح نفهم الدنيا كويس، فنقدر نقترح ادويه وعلاج وازاي نحسن جنرالي يعني من صحه الانسان يعني. كمان معجب انا بعلي من ساعه ما دخلت وبنكش فيه نكش. طبعا انا عرفت علي من انه الاسم بتاعه كان مكتوب على الادوات اللي بيستخدمها والحاجات اللي زي كده. اموت واعرف انت بتعمل ايه يا علي من ساعه ما دخلت، وتولع بتاعه وتطفيها تاني وتحط حاجات في بعض. وانا عارف ان ده معمل فيه بيولوجي يعني، يعني حكايه انه يبقى فيه متفجرات وفيلم سر طاقية الإخفاء ده مش هيحصل. بس بتعمل ايه؟ هو انا انت اخر سنه ليك في الدراسه الجامعيه السنه دي صح؟ الله. ان شاء الله. ماشي، الاول قول لي بتعمل ايه وبعد كده هسالك هناوي على ايه. انا شغال على نوع من اليست معين باهله ان انا دلوقتي عايز ادخله دي ان ايه من بره. عايز نوع معين من الخمائر هتدخله حمض نووي جديد. هدخله حمض نووي جديد. فالحمض النووي ده عشان ادخله له، ودلوقتي كل يعني يست او من المايكرو اورجانيزم بيبقى ليها جدار حواليها من بره، فانا عشان ادخله ليها حمض نووي من بره محتاج ان انا الاول ااهلها، اديها حاجات تضعف الجدار اللي بره ده، ان انا ما اقدرش ادخله دايركت على طول. فالاول احنا الاول بن 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 بنجيب الخليه بتاعتنا ونخليها تجرو، ان هي زي ما قلت لحضرتك ان هي تكون نشيطه، لانها عندها مراحل معينه من النمو. المرحله الاولى بتستعد وبعدين تبدا النمو بتاعها يزيد، وبعد كده تبتدي تقل. فانا دلوقتي بالاول بحتاج ان انا الاول الصبح اجي الصبح من بدري، انا جيت النهارده من الصبح بدري، بحيث ان انا ااهلها اخليها تجرو وتبقى نشيطه، بحيث بعد كده ما ادي اعرضها بقى الكيميكالز او حاجات زي كده تتاثر بسرعه. فانا دلوقتي كان الميعاد بتاعها ان هي لازم اشتغل دلوقتي. فاحنا دلوقتي بنشلنا منها المحيط اللي حواليها اللي كان بيديها بالتغذيه، بعدين بقى ابدا ادخلها الحاجات اللي هتضعف الجدار بتاعها، عشان بعد كده بعد ما احط لها الكيميكال ده ابدا احط لها بقى ايه الدي ان ايه او الحمض النووي اللي انا عايز ادخله لها واقدر اشتغل عليه. حلو جدا. اعذرني بقى، هو مش العام الدراسي خلصان ولسه العام الجديد ما بداش؟ بتعمل ايه هنا؟ ما هو اولا احنا لازم في السنه بتاعتي دي لو بين ثالثه ورابعه لازم انزل تدريب. لازم انزل تدريب مفروض علينا في الجامعه ان احنا ننزل تدريب، سواء هنا في الجامعه في المعامل البحثيه بتاعه الجامعه او في معامل بره. بس انا اخترت ان انا اكمل هنا مع دكتور منى عشان المشاريع هنا كويسه يعني. فزاد ان شاء الله كمان مشروع التخرج بتاعي ان شاء الله مع دكتور منى، فبحيث ان انا ابقى اتعودت على التكنيكس اللي موجوده هنا والحاجات والشغل الموجود هنا ان شاء الله، عشان ان شاء الله اكون مستعده مشروع التخرج يعني. برافو. برافو. انه هنا الجامعه يعني عامه بتشجعنا ان احنا ندخل في البحث العلمي من بدري خالص، فسامح لنا الفرص. واضح. بدل ما يبلبط في الساحل جاي يشتغل في المعمل من زمان، حتى من اول سنه اولى يعني
المعامل مفتوحه لنا، المعامل مفتوحه لنا من بعد سنه اولى. خلص سنه اولى اللي هو باخد بس البيسكس، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ايه لاب، يعني ايه اكسبيرمنت كده، ندخل المعمل على طول. بنبقى محطوطين في انفايرمنت بتاع ريسيرش فعلا بشكل حقيقي، يعني بنبقى شايفين الاكسبيرمنت ازاي ممكن تبوظ كتير قوي لغايه ما تشتغل في الاخر. طب اصلحها ازاي، ازاي القط المشكله يعني اقول لها او اعرض كذا حل ممكن للمشكله. فدي واحده من اكبر واهم مميزات الجامعه هنا، وغالبا ده اللي خلانا مؤهلين قوي ان احنا نقدر نكمل بره بكل سهوله. يعني احنا طبعا الاخ اللي رايح تورونتو ده مش هتشوف انت ولا بحر ولا صيف ولا شمس، انت داخل الفريزر هناك، انت مش متخيل فريزر. اولا انا مبسوط قوي بيكو قوي جدا، يعني يا رب اشوف اولادي زيكو كده. انا اولادي في ثانوي، فانا عايز اشجعهم يجوا هنا يعني ويسموا عيال عنيده. بس على كل ليه، ما هو احنا برضو اجيال ربت اولادها على انه التعليم بره احلى، بس اللي موجود ده حاجه مبهره يعني. وبعدين المساله عمليه، يعني انا شايف ان المساله ما هياش مساله حاله دعائيه يعني، والا ما كانتش الجامعه دي والجامعه دي واخدينهم من غير ماسترز. طبعا. فده معناها انه هنا في تعليم بجد تقيل. احنا تقريبا يعني بنسبه لحد الدفعات اللي فاتت 100% تقريبا اتقبلوا في بروجرامز بره اي حد عمل بكالوريوس هنا تقريبا يعني. طب بالذمه انا اخر حاجه هسالها حقيقه دكتور، مش عايز اخد من وقتكم كتير بجد، ومش عايزين نفضل معطلين المعمل كل الوقت ده. لما انا كنت بتكلم على الولاد اللي زي ولادي وغيرهم، واحنا كنا طول الوقت في عندنا نسافر بره سفر بره سفر بره، صح، تقولوا لهم ايه؟ وزي ما انا كنت بقول، اهم حاجه انه فعلا الكلام ما هوش دعائي، والا ما كانتش جامعات كبيره خدت خريجين بشهاده جامعيه يعملوا على طول بي اتش دي من غير احتياج للماستر، فده هنا تعليم زي الفل. بس بتجربتك واللي روحتي المانيا وترجعي من المانيا وبعدين تيجي تدرسي في جامعه زويل وما الى ذلك، بتنصحي الاجيال اللي موجوده دلوقتي دي اللي هم لسه في مرحله ثانوي واعدادي تقولي لهم ايه؟ وانا بصراحه ما حد بيسالني على زويل، يعني انا بقول مش عشان بشتغل فيها، بس فعلا اي هايلي ريكومند ذس بليس. يعني انا بتحايل على اختي اللي هي في كانت لسه مخلصه اي جي، يعني بتحايل عليها تيجي هنا، بس هي مشكله ديستنس وكده، لان المكان فعلا كويس جدا جدا يعني. فانا بريكومند المكان ده جدا جدا فور اندرجراد. البحث العلمي عامه بيحتاج اكستشينج، يعني ما حدش يقول برده انا قاعد في بلدي وقافل عليا. الامريكان نفسهم بيروحوا مؤتمرات وبيروحوا انترنشيبس، كان معنا ناس امريكان في المانيا، في الالمان بيروحوا امريكا وبيرجعوا. الاكستشينج عامه حاجه كويسه جدا، حتى بره تلاقي دكتور الجامعه ده بيبقى سافر كذا بلد ولف. طبعا فدي حاجه ما تعبش اي حد، وحلو جدا ان احنا نشوف العلم بيتعمل ازاي في كذا بلد وكذا، يعني بكذا طريقه بفكر مختلف. في ناس بتبقى مثلا كريتيف جدا، وفي ناس سيستماتيك جدا، فان الواحد يشوف العلم بيتعمل ازاي في اكتر من دوله دي مش حاجه وحشه خالص. ف يعني اي ريكومند ذس از ويل، بس فعلا اللي عايز يدرس كويس قوي في مصر برضو المكان ده كويس جدا. انا عايز اشكرك جدا واشكركم جدا، وحد فيكم هيرجع لي بعلاج نهائي للباركنسون، الشلل الرعاش، اوجدوا لي العلاج. انا عندي تجربه في عيلتي، لا اقرب شخص ليا في عيلتي يعني يعاني جدا بسبب هذا المرض، اوجدوا لي علاج ارجوكم في يوم من الايام. ربنا يا رب يديله صحه وطولة العمر ويتلقى العلاج ده على ايديكم ان شاء الله بعقولكم وبشطارتكم دي. كل الشكر، اشكرك يا دكتور، اشكركم يا دكاتره، دكتور المستقبل، اشكركم الف الف شكر.